ابن عمي شو يعني نظريا وشو يعني عمليا؟ شو يعني نظريا شو عمليا؟ ما تعرفين انت شو معناها فرق بين النظرية والعملية؟ اي شغلة سهلة، ابنك بيعرفها. ولا عبدو جاي جاي، تعال عندي لهول. شو نعم يا بي يا بي، هلا اذا انا مفلس وبدي يصير معي هلا هلا يصير بجيبتي 30 ذهبة، شلون؟ ايه ما فيها شي يا بي، ننزل على بيت العقيد، صندوقه مليان ذهب، منعدل لك 30 ذهبة ونجيب لك ياهو. شفتي شلون؟ يعني انا هلا نظريا صار معي 30 ذهبة، بس عمليا اكتشفنا انه ابنك حرامي. لا عبدو، لا عبدو،